يسعد صباحكم زملائي ويسعد صباحكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الصباحية ومن محافظاتنا الجنوبية تحديدا من مدينة غزة ومن ملعب اليرموك. بنطل عليكم لننقل لكم أحداث هذه الفعالية اللي نظمتها جمعية الثقافة والفكر الحر في محافظاتنا الجنوبية واللي بتحمل عنوان اليوم الرياضي الوردي تحت شعار اتصورتي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. تفاصيل أكثر كونوا معنا في هاي الفقرة. أكتوبر الوردي في كل سنة في كل العالم بيحتفل بورديته إيماناً بحق النساء في الحياة ووصول لحياة كريمة وأيضاً حصول على خدمات ذات جودة عالية تستجيب وتلبي احتياجاتهم. جمعية الثقافة والفكر الحر من 91 اجتهدت وكانت برامج النساء على أولويتها والخدمات الصحية كانت في مقدمتها ومريضات السرطان الناجيات والمتحديات وحتى المكتشفات حديثا هم من أوائل أولويتها ورصدت لهم كثير من البرامج والأموال لتستطيع أن تستجيب والحد الأدنى من احتياجاتهم. لذلك جمعية الثقافة منذ البدايات عملت على التوعية وعلى الكشف المبكر وعلى تدريب النساء كيفية أن تقوم بفحص ذاتي لها وأن توفر لها خدمات التصوير التلفزيوني وخدمات تصوير الماموغرام والفحوصات المختلفة والعلاجات والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية لما تحتاجها النساء. مريضات السرطان لا تحتاج فقط خدمات صحية ولكن تحتاج خدمات داعمة ومساندة لها نفسيا واجتماعيا وقانونيا وتحتاج مدافعات قويات عن حقوقها خصوصا النساء التي لا تتوفر لها خدمات سواء كانت في داخل قطاع غزة أو في خارجه. ونتحدث عن مرض سرطان الثدي للغزيات يختلف عن كل كينونة العالم. الغزيات تختلف عندما تشخص بالسرطان فهي تقع في صراع مع المرض وأيضا تقع في صراع في الحصول على التسريح. الحمد لله مرحلة قطعت 3 سنين مرحلة العلاج بس الحمد لله يعني مرت على سلام وعلى خير. بلشت هي بالبداية إنه حسيت إنه في تغيرات صارت عندي في عضو الثدي. توجهت أول ما توجهت لصحة المرأة صراحة. هنيك كان في دكتورة يعني هي اللي عملت لي صورة الألترا ساوند وقالت لي في مشكلة شيرين بدك تتوجه لدكتور مختص مشان أنت تشوفي إيش المشكلة الموجودة عندك. فعلا في نفس الأسبوع توجهت أنا كمان لدكتور. أنا بالبداية إنه في أمي كمان كانت مصابة بريست كانسر. توجهت لنفس الدكتور المعالج لإلها تحية له طبعا واحترام. ورجيته الصور عملت صورة ألترا ساوند عملت صورة الماموغراف عملت صورة السي تي وتوجهت للدكتور قال لي شيرين في احتمالية انه 80% 90% في عندك إصابة كانسر لازم نسحب عينة. طبعا سحبت عينة طبعا البروتوكول المعتاد صورة بتكشف انه في خلل في عينة بعد العينة تأكدوا انه انا مصابة كانسر. هلا انا بالنسبة لتقبل الموضوع بداية الموضوع في الانسان ما ممكن ما يتقبله بس أنا كشيرين الحمد لله عندي عزيمة قوية عندي إصرار عندي طموح عندي حب للحياة. الوالد زعل ماما زعلت المهم أنه أنا تقبلت الموضوع زعلت 2 3 ساعات بعدين قلت لهم خلاص بدي أشوف أنا شو إمكانية العلاج. أول ما بلشت علاج لأنه أنا صغيرة بالعمر قال الدكتور مناش نضطر وعندك مش محتاج أنه إحنا نشيل إزالة للثدي فبلشت بالعلاج الكيميائي. هو أصعب مرحلة كان العلاج الكيميائي كان عبارة عن 8 جرعات كل 4 جرعات مختلفة عن الثانية. المهم الحمد لله بوقفة الأطباء والنفسانية وصحة المرأة كتير كانت دائما على تواصل معي على اتصال معي سواء مدربات أو منسقات أو مسؤولات كانوا دائما في تواصل ما بين المرضى وما بين الأشخاص اللي بحاجة لدعم نفسي. عدوا معي 8
الفئات العمرية المصابة بهالمرض هي أكثر من 40 سنة، لكن بالفترات الأخيرة صارت تتسجل عنا حالات في أعمار كثير صغيرة حتى في أعمار العشرين. عشان هيك صرنا ننشط وندرب الفتيات في الجامعات انهم كيف يعملوا كشف مبكر وفحص، حتى لو كانت الاورام هذه مش اورام سرطانيه، اورام حميده، لكن قديش نكون احنا واعيين انه نعمل كشف ومبكر في اعمار كثير صغيره، وندربهم على فحص ذاتي كثير بسيط بتعمله كل شهر، لكن هي بتحمي حياتها وبتحمي جسمها وبتحمي كل اسرتها انها ما تكون فريسه لهذا المرض. عشان هيك المريضات الاعداد كثير بتختلف بالنسبه لهم. اليوم احنا موجودين، احنا اليوم بنحتفل ب 500 سيده هم من كل القطاع اللي احنا قدرنا نوصل لهم. في كثير نساء حتى لما تشخص بالمرض نتيجه وصمته الاجتماعيه ما بتعترف فيه، حتى لما نروح نزورها بتقول لا، قولوا اني جيت ازوركم على اي مرض ثاني مش السرطان. فمرض سرطان الثدي النساء في دوامتين في علاجه، مش بس في علاج صحي، كمان في علاج اجتماعي ووصمة اجتماعية اتجاهه. طب ادينا بالعالي يلا والشعب بالكبيرة يلا، ولكل الفلسطينيات الله. نشاط رياضي صح؟ اليوم احنا حكينا لكم من البدايه، اليوم يومكم لإلكم خصيصا، هذا المكان لإلكم اليوم. بدي نصيحتي تكون مشتقه اليوم من شعار اليوم، اتصورتي هو فعليا صوره كثير مهمه، ما تفكريش انه صوره فرحك هي حتكون اهم، لانه صوره الماموجرام هي حترسم حياتك وحترسم مسار امان لعائلتك، قديش انت بتكتشفي المرض مبكرا، قديش انت بتكون نسبه نجاتك كثير كبيره. انا نصيحه لكل مرأة انه لازم انه دائما تعمل الفحص الدوري. دائما تتوجه لصحة المرأة مفتوحة للجميع، انه على القليلة كل 6 شهور انه هي تعمل التست يعني تست وفحص للموضوع هذا، خاصة لانه منتشر ككوننا احنا بلد مرت بحروب، مرت باشياء كثير وما في رقابة لا على زراعة ولا على مبيدات ولا على اشياء، فاحنا معرضات كثير انه ننصاب بهذا الشيء. فرجاء أن الكل يتوجه، الكل يدير باله على صحته وعلى حياته، إن شاء الله صحة للجميع بتعم يا ربي لكل المرأة في العالم الفلسطينية خاصة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هاي الفقرة من محافظاتنا الجنوبية، وبنتمنى لكم السلامة والعافية.